مرحبا، اسمي كريم ماهر. نحن دعيناكم هون عشان ناخد رأيكم الواضح والصريح عن هاي السيارة، بس شلنا كل البادجز واللوجوز اللي موجودين عليها. الشكل قوي زي المنحوتة تحت. شكلها بده يتركب لها لوجو لكجري. يا سلام، هاي السيارة فيها إشي اسمه أبل كار بلاي، بوز ساوند سيستم، فيها 9 سماعات بوز. واو. ولا غير هيك بتصف لحالها. كم تتوقعوا سعرها؟ حطها بين 90 و 110. 200. حابين تعرفوا السعر الأصلي تبعها؟ يا ريت. أولى يلا سعرها بيبدأ 69,900. مستحيل. نعم. وهاي شو عم تحكي؟ الشيفروليه ماليبو الجديدة. واو قوية. إيش رأيك تشوفها من برا؟ هيها شفتها؟ أوه أوف 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 very impressive. أول سيارة ممكن تجيبها.